وللحديث حول إنجازات المرأة السعودية معنا عبر الهاتف عضو مجلس الشورى السابق وأول طبيبة عيون سعودية الدكتورة سلوى المهازع. دكتورة أهلا بك، كيف وجدت تجربتك السياسية كعضو شورى وأيضا على الصعيد المهني كأول طبيبة عيون في المملكة العربية السعودية؟ تفضلي. أولا شكرا وتحية كبيرة لمملكة البحرين، فأنتم أقرب الأشقاء جيرة وتاريخا حافلا بالأخوة والأصالة والنخوة. فأولا في هذا اليوم الوطني اللي هو يوم العزيز علينا جميعا ليس في المملكة العربية السعودية لكن أيضا في الشرق الأوسط، أحيي الجميع في هذا اليوم اللي أعتبره يوم قريب على قلوبنا ودامها إن شاء الله في الأمن والأمان. التجربة كما ذكرت الله يسلمك أنه رؤية المملكة ترى وضعت المرأة في المقدمة، فهي نصف المجتمع، وأيضا نحن كنساء يعني علينا واجبات وطنية ولدينا إمكانيات لازمة في عملية التنمية، وحققنا الكثير وتقدم كبيرا في التعليم والخبرة وغيره، والتنمية والبناء الاقتصادي الاجتماعي لا يكتمل إلا بالمرأة أو بنصف المجتمع. فأعتقد أن رؤية المملكة لها أهداف استراتيجية تدعم تمكين المرأة الاقتصادي وزيادة مشاركتها في سوق العمل، والمرأة السعودية ولله الحمد أثبتت جدارتها. وهذا ما ودت دكتورة سلوى الحديث عنه، عن رؤية 2030 ودور المرأة المأمول في هذه الرؤية. أيوة، هي رؤية 2030 كما نعلم أصبحت المرأة لها حضور واضح خارجيا ودوليا، وإن استطاعت المرأة أن تثبت نفسها ليس فقط محليا كما ثبتت، فلا بد أن تثبت نفسها أيضا خارجيا. فحضورها خارجيا هي أيضا جزء من الرؤية 2030. فالرؤية 2030 لا تشمل فقط محليا بل دوليا، ونعتقد أن دور المرأة السعودية دوليا لها الأثر الكبير في توضيح الصورة الصحيحة وليس الصورة النمطية كما يعتقد الجميع أن المرأة السعودية هي محجورة ليس قادرة. فحضورها بالخارج وكما نعلم يعني في الأمم المتحدة كان لها حضور كبير في الوفود الدبلوماسية، أيضا لما ننظر إلى التداول وهي أكبر بورصة في الشرق الأوسط من يديرها امرأة وغيره وغيره. فولله الحمد رؤية 2030 ساندت المرأة حتى تصل إلى أعلى المناصب وزيادة مشاركتها في سوق العمل. من الرياض عضو مجلس الشورى السابق الدكتورة سلوى المهزع، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.